Fresh World، ده بيبقى international American and international supermarket، في حاجات حاجات مصرية وعربية كتير. هندخل نوريكم مع بعض. ولقينا فريش ملوخية. فريش ملوخية يا جماعة. اسمها ايه بقى عشان ايه؟ It doesn't seem like whatever it said هنا. I don't know what it said. Just jutilay. فريش ملوخية هنقرطفها، ومريان عندها خراطة مخرطة نجرب المخرطة فيها. فريش ملوخية يا جماعة في أمريكا. يا جماعة عشان ما نكونش حرمينكم من حاجة، ودي فريش قصب اهو. عود قصب بحاله. شوجر كان باوندز اكشلي. بس ذا هول ثينج شوجر كان $3 العود. عود القصب $3. بص يا موبيلا. الفريش. ادي برنجان ابيض. انتوا ما تقولوش ان امريكا ما فيهاش حاجه. بصوا ادي برنجان ابيض اهو، وادي برنجان اخضر، مش عارف برنجان الاخضر، وادي برنجان احمر هو صغير اهو ينفع للتخليل كمان. وادي ملوخيه خضراء قلنا عليها قبل كده، قلنا علينا. وادي الباميه اهي فريش. وادي فول اخضر اهو، والحلاتي ده بتقال عليه ها. وادي فول اخضر اهو، شايف هو ده علينا. وادي البلح، بس البلح العجوة طبعا. وادي بالنسبة الناس بتحب الكوارع، ادي لحمة الكوارع. وادي اللسان، محدش يقول ان مفيش حاجة في الحاجات دي من امريكا اهي. وادي الحاجات اللي هي جوه دي معرفش بيسموها ايه، سموها ايه؟ بابي انا وين الباك. كرشه مش كرشه، هي اللي بتقول عليها ايه؟ ادي الكرشه. وادي اللسان، شايفين اللسان. وادي الكوارع. وادي كمان العدس، عدس الجبه وعدس احمر. ورق عنب اهو، ورق عنب في البطلونات كمان مكتوب عليه ورق هنا. بصوا ورق هنا في طريق منتجات عربية بتتباع في المحلات اللي هو ايه؟ اللي هو كوريا. دي كمان حاجة عربية هنا مسكوها بالعربي. معجون الثوم والزنجبيل. عامة المحل ده بيبيع كل حاجة فريش، اسمه فريش وورد. anyway في حاجات طبعا آسيوية أكتر من هو محل كوري. الجنزبيل الفريش، كوكونات ناشف، الكوكونات الكبير كمان، جرين كوكونات. دي حاجة غريبة، حاجات آسيوية ممكن. دي حاجات كتير هنا فريش طبعا. الأفوكاتو واحدة ب99 سنت. طبعا لو بتختار الافوكادو ما مش في مصر، انا عارف ان الافوكادو مش حاجه غريبه عن مصر، بس بتختار الافوكادو بتختاره طري ويبقى لون اسود عشان تعرف تاكله. سمك ممكن يبقى فريش. سمك صح اهو، بيتباوند منه $7. اي فيشي، اي فيشي، اي فيشي، هي لايكس يو. Actually هما تقريبا يعني عشان النهارده السبت احنا جايين متاخر، هما باعوا كتير. Oh there's a fish down there. طبعا عندهم جميع انواع السمك، معرفش ده بيسمى ايه، مشاط ولا ايه شكل المشاط. هي دي المشاط يعني. الطبق ده في واحدة بأربعة أقراص 74 سنت، الطبق ده في اتنين بالباوند $6 مش عارف كام، باوند $2 طبعا عشان مش فريش ومش طازة فعاملينه $6. السلمون ده نوع تاني من السمك $3، الطبق ده كله $3.
الحاجات التانية ما عارفش اسمها ايه بقى. عندهم الشريمب، الشريمب ده كله فروزن شريمب، ده اللي هو متجمد. لو دخلنا على السي فود الباقيين هنا في انواع معينة، في نوع يسموه الحار ما عارفش اسمه بالعربي، اعذروني يعني. في الاستاكوزا او الكراب، اكشن كراب، كراب ليكس، ده كله متجمد عشان كده بيبقى ارخص شويه. ادي الفريش بقى، الكابوريا الفريش. بص الفريش بيتحرك ازاي. Can I do it? Let it go. Wait, can't you dum-dums? Hey, didn't. This is hard. Okay, leave it. Humongous. Hold up. Wait. Hold on. What are you gonna do? You gonna fight with them? Yeah, you wanna go kick? Yeah. And really? Alvin was Kaboria. Well, I got in a fresh and one. The one is fresh. The fresh in the food, the fresh in here. كتيرا ممكن يكون مصطادين النهاردة ولا امبارح ولا اول امبارح. الأسعار تختلف طبعا على حسب النوع. نعم جاي جامبو كوريا كمبري ضروري معلش اسماء والحاجات دي بالعربي. اسمه فريش وورد. في حاجات كتيره جايبها من جميع نواحي العالم، يعني في عيش هنا معرفش ده ايه، نان بريد، ده هو متهيألي ده هندي. وفي حاجات عربيه هنا، في سكشن بحاله عربي، في حاجات امريكيه طبعا، في حاجات اسبانيه او لاتينو، لاتين امريكا، انهم مليانين هنا لاتين امريكا معروفين. في حاجة هندي، سكشن كله هنا بحاله هندي. هاي الحاجات العربية، لانشون لحم دجاج، لانشون بتاعنا العادي، سلطان سردين مغربي، حمص. What's that؟ جبنة؟ حلو جبت جبنة نايس. حلو الجبنه بدو اهم دلوقتي. دي فيتا. فيتا؟ فيتا. في جبنه شطه، هجيب لك منها؟ نعم. مدمس الفول اهو عشان ما نكونش حارمينكم من حاجه، يكون مدمس اهو بجميع انواع واشكاله، وفاصوليا بيضة، حمص مسلوق. حلو اللام. حلو اللي بتاع اللي ندوق تاني. جبنه جبت لك بامون بالبامون. بقول لك في عندهم، جبت الكوارع بالبامون. طبعا مراتي لقيت هي نكهه ليت الخروف. قشطه فانيلا. فانيلا حلوه دي. فانيلا فانيليا. طب انا عندي وده مرفوع. انا عندي ورق الدجاج. ايه ده يا مريم؟ ده كاستر. ده ايه ده يعني؟ كاستر. انا فهمت كده يعني. ده
اللي انت بتقول عليه فول ده لوز. لوز ده ده لوز. ده لوز ما خدتش بالي افتكرت فول. لوز كمان اهو. ايه هو اسمه؟ ده توابل ما عرفتش تعرفه. كوكونات دي اللي بنحطها على الفراخ دلوقتي. سمسم ابيض اهو. مش حرمينكم من حاجه، كل حاجه موجوده. فول مجروش اهو عشان تعملوا طعميه. هذا نصور الكليات اسمها دي ارز مصري فخ. اكتر من كده ما تقولوش اهو. ايجيبشن رايس. باي ذا واي فينا جزء كبير سكشن حاجتين. سكشن عربي؟ لا هنا ده سكشن النواشف العربي. تعال نشوف الحاجات الطريه. فول اهو، فول مدمس مع فلفل حار. مدمس مع فلفل، معلش مدمس مع فلفل حار. ايه؟ حبه درجه اولى. كيلو باترا اهي. اهي ده مصري اكيد، مصري ميد ان ايجيبت. اهي اهو العلم المصري اهو. ده فول مدمس بالخلطه السعوديه اهي. حلبة الكاري الكاري اهو، ملح الليمون، سبع بهارات، كاري مطحون، كمون حبة اهو، معرفش ايه هو ده، جوزة الطيب مطحونة، كبش قرنفل، كمون ناعم، كل التوابل العربية. بس دي حاجات اسبانية، دي حاجات اسبانية لاتينو. واو، وده لذيذة ولا لذيذة. دي بلح. بلح اسمه لذيذة. واو نايس. وده تقريبا شاي اسمه شاي اسود، معرفش ايه هو الشاي ده. جبن طبعا، في انواع جبن، في اغلب الجبن تبقى جبنه فيتا وحاجات زي كده، وفي حاجات مكسيكان مين حاجات مكسيكان وحاجات اسبانيه. وجبت من لاتين لاتين امريكا. في دي سبايسي شكلها مغري. خليت رايت انا. نعم. وفراخ، فراخ بتاع هي فراخ امهاتي. Can I get help here please؟ وادي الكوارع. الكوارع اللي هناك كانت ديبورك. لا بلاش بورك، مالناش دعوه بورك. فين الكوارع هناك؟ ادي الفشه والبتاع اهو، والكرشه والحاجات اللي بتقول عليها مراتي دي. وادي الكوارع. ادي بيف كوارع اهي اهي بالباوندز. وادي اللحوم بالباوندز غير اللحوم اللي هناك. وادي الساسج اللي هو معرفش ده عامل زي السجق المصري ولا مختلف. الزيتون اهو، زيتون اهو، زيتون الخل الاخضر اهو، زيتون اخضر مرصوص. ماشي، هدي نص باوند. هنخش هنا تلاقي عصاير. انا بحاول اشوف اي حاجه عربيه هنا، لو انتوا بتحبوا حاجات عصاير عربي. بابا مفيش حاجه. نعم. I'm gonna stop recording. كل دي الحاجات الامريكيه. بوب تارز. يعني مفيش حاجة عربية هنا. هو دايما السكشن بتاع العربي بيبقى مع بعض. بس أنا ما خدتش بالي لو كان في أي جوسز هناك. في أكيد في محل، بعض المحلات هو محلات الكورية دايما هي في، أنا بتكلم عن نورثرن فيرجينيا هنا أو فيرجينيا. محلات الكورية اللي هي بتبقى عندهم السكشن العربي. في محل ده اسمه فريش ووردز اللي احنا فيه، في محل تاني اسمه اتش مارت برضو ده محل كوري. يعني ما اعتقدش ان هم هيمتهي السكشن العربي كله مع بعض، فهنا ما فيش اي حاجة عربي. بس في حاجات طبعا دي اسباني على امريكي. الامريكان بيحبوا الحاجات المعلبة قوي. اللبنة اللبناني، لبنة بلدي، لبنة رايب، لبنة يا حلال مكتوب عليها حلال. نعم لبنة، كل ده اللبنة. ودي
بالليل حاجات برضو زي اللبنة كده. في جبنة نستون بتاعت البلد العربية. معرفش ايه هو ده، معرفش برضه ايه هو ده. بعد اللبنة اللبناني هنا التركي دي لبنة شوكولاتة، حاجات أفغانية بقى أو إيرانية وحاجات زي كده، أو وهندية معرفش. بس عامة انتوا شايفين اهو كل حاجة موجودة. دخلنا على سكشن ال الفروزن ستاف، هتلاقي كفتة اهي، في كفتة، وهتلاقي عجينة الكنافة، هتلاقي الجلاش العجينة بتاعتها، كبة ولا كبة، كبة باللحمة، كبة ايه، كيف كبة دي؟ كوبيبة. كوبيبة؟ كبة. أنا عارف. كفتة، كفتة كباب. حاجة مكتوب عليها حلال بس مش عارف ايه هي. ملوخية اهي، بس ملوخية ورق، يلا اهي ملوخية خضرة ناعمة اهي، يلا يا اهي. طب ما يلا ملوخية خضرة ناعمة. استنى في مرفلة، استنى ويت دي بس مش مش لا البراند وحش. البراند وحش؟ اوكي. انتوا البراند وحش بتعرف تجيبه من حته تانية، الملوخية الفروزن. وادي البامية الصغيرة، بامية خضراء. قلقاس. قلقاس ده قلقاس؟ معرفش. بس في قلقاس، انا عارف ان في فروزن، في جوافة اهي. جوافة. جوافة هنا مفيش منها زي بتاعة مصر يعني. ذاتس ات. وادي البلح الفريش. فين هتلاقيه في امريكا؟ في المحل ده موجود الباوند بتاعه ب 4 رطل، وتقريبا رطل يعني رطل يعمل الكيلو يعمل 2 رطل ورطل، فده اقل من كيلو الرطل يعني. وده الرمان، الرمان دايما غالي هنا، الواحده بتقدر 29 سنت. كمثرى نوع كده، كمثرى برضه بس اسيوي. الجوافه، جوافه مكسيكي، لو هما هنا بيعرفوها في المكسيك او في اللاتينوز، ما بيعرفوهاش هنا في امريكا، بس بيجيبوها طبعا ده من احنا خلصنا ومشينا من المحل. وادي كانت رحلتنا في فريش وورد. اشوفكم في فيديو جديد مع هاني وموريان في بلاد الامريكان.